كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. تتسارع الخطى لإنهاء المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسلا المدينة المليونية التي تعرف رعاية ملكية خاصة. سوق الصالحين من أبرز المشاريع التي تسابق سلطات الزمن لإنهاء أشغاله، ثم الأشغال المتعلقة بالتتميم والتسوية النهائية والترسيف والصباغة وتهيئة ملاعب القرب وباقي أشطر المشروع الضخم الذي يهدف إلى إعادة إيواء تجار أكبر سوق عشوائي بالمدينة. احنا يا استفدنا من هاد محلات ممتازين على مستوى عالي. احنا كنا مقهورين، كنا واحد الحالة يرتلها، لكن دابا سيدنا الله ينصرو جا شاف من حالنا وعطانا محلات في المستوى، وكان السلطات هي سهرات على المصالح ديالنا، وكانت شفافية في القرعة، وكان سيد العامل سهران ليلة نهار هو والسلطات. المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا يتوخى النهوض بالاقتصاد التضامني وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية. فيما يخص السوق اللي كنا فيه في القديم اللي دوزنا فيه واحد المدة طويلة، كان السوق اللي هو عشوائي وسوق غير منظم، والان سيدنا الله ينصرو درنا واحد السوق اللي هو سوق واحد المشروع اللي هو مشروع مزيان، وفيه داك المرافق اللي هو ملاعب، وفيه ملاعب القرب، يعني المحلات اليوم في المستوى. الله ينصر سيدنا، الله ينصر المسؤولين اللي تاهما يبذلوا معنا هذا المجهود، اللي منهم سيد القائد، سيد الباشا، سيد الناس العماله، الله يجازيهم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.